أن لا سيد في هذه البلاد وأن الشعب هو السيد. تحيا الجزائر. السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم وطني دي زاد. على بالي بلي بزاف منكم يحوسوا غير على المعلومات الرسمية بخصوص منحة المرأة الماكثة في البيت والزيادة في الأجور بالنسبة للوظيف العمومي أو المتقاعدين، وكذلك جديد منحة البطالة، لأنه كما راني نشوف بزاف قنوات على اليوتيوب راهم يستغلوا في الموضوع تاع منحة المرأة الماكثة في البيت غير على جهة المشاهدات. كل فيديوهاتهم كذب في كذب بدون أي دليل رسمي. وكما تعرفوا قناة وطني دي زاد هي أول قناة في الجزائر اللي ديما تجيبكم الأخبار الرسمية واللي تلقاو فيها غير الصدق والمصداقية. لذلك خاوتي قبل ما نبدأ هذا الفيديو ما تنسوش ديرنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، واللي عنده أي استفسار راني ديما نجاوبكم في التعليقات، حط التعليق تاعك وراح نجاوبك إن شاء الله. ويلا نبدأ الفيديو. إذا بخصوص الزيادة في الأجور نحكيو عليها شوي ونفوتوا منحة المرأة الماكثة في البيت ومنحة البطالة. وبعد لقاء السيد رئيس الجمهورية في الحملة الانتخابية اللي دارها ووعود جديدة تخص العهدة الجديدة تاعو، وكما تعرفوا أن وعود عبد المجيد تبون كلها صدق ومصداقية، بحيث أنه قال راح تكون في زيادة في الأجور بنسبة تصل إلى 100%. وكما راكم تعرفوا أنه نسبة الزيادة في الأجور اللي كانت ولحد الآن بلغت حوالي 47%، ومع نهاية 2027 راح توصل حتى 100%. كيفاش راح تعرف قيمة الزيادة اللي راح توصلك في نهاية 2027؟ شفت المبلغ اللي كنت تخلص فيه سنة 2019، هذاك المبلغ تضربه في 2 راح تلقى الأجرة الشهرية تاعك نهاية سنة 2027. وهذه الزيادة راح تكون على عدة مراحل وعدة سنوات، يعني راح تكون في 2025 و2026 و2027، يعني اللي كان يخلص ربع ملايين راح يولي يخلص 8 ملايين مع الزيادة في المنح والعلاج. وبالنسبة للمتقاعدين هما أيضا حكى عليهم السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وراح تكون زيادات مماثلة كما اللي زادوهم في العهد الانتخابية اللي فاتت، يعني سنة 2019 إلى يومنا هذا المبلغ هذاك اللي زادوه راح يكون نفسه تقريبا اللي راح يزيدوه من 2025، كما قلنا أيضا في 2025 و2026 و2027. ثاني حاجة بالنسبة للموضوع الرئيسي تاعنا واللي هو منحة المرأة الماكثة في البيت، هو صح راح يديروا منحة المرأة الماكثة في البيت، واللي يقول لك الدليل وشي هو تبع معايا مليح. نيش برك راك ما سمعتنيش، قلت ذوي الهمم المعوزين المتقاعدين المرأة الماكثة في البيت هادو كل نزيد لهم في المنح نتاعها. في إطار تضامن وطني نتاع صح، كل جزائريين يتضامنوا في بعضهم بعض. عبد المجيد تبون قال العهدة الجاية راح نركز على المتقاعدين وذوي الهمم والمعوزين، هذو الثلاثة راهم عندهم منح من عند الدولة، وفي العهدة اللي فاتت كان عندهم بعض الزيادات في قيمة المنح. وفي الخطاب تاع رئيس الجمهورية ركز على كلمة المرأة الماكثة في البيت، يعني نفهموا أنه راح يكون استحداث لمنحة جديدة واللي هي منحة المرأة الماكثة في البيت، واللي مازال مكذب ويقول لك ما كانش منها. أرواح تسمع الدليل بوذنيك. تيجي وزو أنا كنت من الأوائل اللي قلت لازم نخلق لو بري بور لا فام الماكثة في البيت، بالاخص المنطقه الريفيه والجبليه، بور لي دوني ان ريفوني، بور لي دوني ريزون ديكزيستي، اي سا فا مارشي اي سا مارشي انكور اي سا في بارتي دو لا سوليداريتي ناسيونال. تبون قال انه كنت من الاوائل اللي نشجع على استحداث منحة المرأة الماكثة في البيت، يعني سمعتوا بوذنكم، لانه تعرفون احنا نجيبوا لكم كل شيء بالدليل، مش كيما بعض القنوات اللي ظلوا يكذبوا باش يجيبوا المشاهدات. لذلك خاوتي نعاود لكم ما تنساوش تشتركوا في القناة من فضلكم. اما بخصوص تاريخ تاعها لحد الان ما كانش حتى خبر رسمي، لكن كاجتهاد من عندنا رانا درنا فيديو قديم نحكيو فيه على الشروط اللي ممكن يتم تضمينها في منحة المرأة الماكثة في البيت، تقدروا تشوفوا الفيديو
الفيديو في صندوق الوصف أو التعليق الأول. خاوتي من هذا الفيديو ما تزيد تشوف حتى فيديو وتقلق روحك وتحوس على هذا الموضوع. أي جديد على هذا الموضوع تلقاه هنا في قناة وطني دي زاد، فقط تابعونا باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبة لمنحة البطالة راح تكون فيها زيادة أيضا من حيث القيمة اللي ممكن توصل حتى 1800 ولا 2 ملايين، لكن ديروا في حسابكم راهم راح يبدأوا يعيطوا لكم باش تخدموا، واللي يرفض عرض العمل راهو راح يقصى لأن الشركة ناشئة راهي بدأت تخدم وراح يزيدوا العدد تاعها أيضا. خوتي كاين اقتراح إذا عجبكم بالكش نطبقوه، واش رايكم ديروا مجموعة في الفيسبوك حول هذا الموضوع؟ إذا عجبتكم الفكرة جاوبوني في التعليقات. خوتي هذا هو فيديو اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناة. غدوة ولا بعد غدوة راح نحط لكم فيديو أيضا نشرح فيه على الزيادة اللي راح تكون في منحة البطالة، وكذلك على جديد منحة المرأة الماكثة في البيت. والسلام عليكم ورحمة الله.